يتكلم بعفوية وبكل حرية. اليوم صوتك مسموع. عبر كبريتي. أهلا بكم. ارتفعت حدة الجدل والنقاش في المغرب بعد دعوة قيادية سارية للمساواة في الإرث ما بين الرجل والمرأة، مثيرا بذلك ردود فعل متباينة. فما هو رأي الناس حول هذا الموضوع؟ لنشاهد. ما سمعتش بهذا النقاش هذا على الإرث بين الرجل والمرأة؟ لا ما سمعتش. سمعتها في الإعلام، هي كاينة في الإعلام، ولكن حاليا في القانون ولا في التطبيق ولا ديك ما كاينش. كاين غير حاليا نقولوا لا 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 لا, لا وصافي. قضية ديال الإرث، واش المرأة يمكن لها تدي قد الرجل؟ ياك لا ماشي ممكن باش المرأة تدي قد الرجل في القضية ديال الإرث. على حسب الشرع كيعطينا تدي الثمن ديالها والراجل كيدي القسمة ديالو. ما عرفتش شنو كيبغي بالضبط السي الشقا، شنو كيطلب ديك من ديك المتطلبات ديالو، يعني ما عرفتش بالضبط. انا ما سمعتوش بالحق اللي قلته على حساب هذا السؤال، هذا الاجابه ديالو ان داك الشيء مقدس من عند الله سبحانه وتعالى، ما خصناش ناديوه. المستويات في الاس مزيانه بالنسبه باش المراه ما تبقاش مضيعه في الحق ديالها، دائما تبقى قد فحال المراه فحال الرجل، ما يكون شي اشكال بيناتهم. هي قرينا انه ما يمكنش تدي بحال خاك، ضروري العيله يكون زايد عليك في الارث، لكن انا عجبني فكره ندي قد قد. انا ما نعرف، انا شوي كونتر. علاش؟ حيتاش اصلا هاد الناس هادو الا جاوا قالوا هيدا طبعا غيكون يعني التعليل ديالهم هما ان خصهم يعطيو حق المراه، وما كاينش شي واحد كيعطي حق للمراه بحال اللي عاطي الاسلام الحق من المراه. فبالتالي ملي جا الاسلام او القران الكريم وقال للذكر مثل حظ الانثيين، فالاسباب الاسباب معينه. لا في حاجات اخرين مثلا ما كاين شي حقوق واخا نساوو فيهم، واخا هما مهضومين انه ربي سبحانه وتعالى عطانا شي الحقوق والراجل قصاهم لنا ونزلونا في بعض منهم بعض الحقوق، جابوا لنا حقوق من عندهم نزلوهم لنا. بالحق انا كنشوف هذا اللي عادي تدي الارث مكتوبه في القران للذكر مثل حظ الانثيين يبقى هكاك وصافي. بالعكس تقدر تكون انا لا تكون غتكون اختي وغتكون ماشي مشكل، يعني ماشي مشكل الدنيا هاني، علاش ما نكونوش انانيين حتى الدرجه انت وحنايا كلشي وما مساكن غيبقاونا شي، علاش لا الدنيا هاني ما كاين مشكل. ارث يكون قد الرجل بحال المراه فهذا ما نعرف، يمكن غير الهدف منه يخلقوا شي بروباغندا اعلاميه وصافي وتاثير، والاهداف معينه يمكن ما تكشفش دابا ولكن تكشف من بعد. الشرع ديالنا كينص بان للرجل ليس له الحق مثل الانثى، ياك ودونك كرأي لي بالنسبه لي كنظن بان المراه سيكون عندها الحق في الارث مثل الرجل، حيتاش حنا اصلا في المغرب ما كنطبقوش الشريعه الاسلاميه كما هي بحذافيرها. دونك الراي ديالي بان فهمتي المراه عندها الحق تاخذ الارث مثلها كمثل الرجل. انا مع اي اجتهاد مع اي تطور بدون المس بالثوابت، الثوابت اللي كنعرفوها مجموعه ليها كاملين بينا، ولكن اي تطور عاد يمشي من القدام عاد يمشي للمساواه انا معاه.